تعرفنا على ضيفنا اليوم طبعا في نبذة بسيطة الشاعر الجميل سطام العتيبي، حياك الله ونرحب فيك معانا اليوم في برنامجنا. وبداية بتكلم عن يعني شوي بردك ورا، يمكن نقول قبل سنتين في تركيا يوم قعدت شهر ونص في أيام يعني أيام الحظر أيام الحظر الله لا يعود علينا في كورونا. شلون الحياة هناك؟ هل يعني طلع معاك شعر هناك خصوصا ان انت قاعد شهر ونص؟ ما عندنا غير الشعر. فانت قلت لي انت تروح ويا رفيجك، انت تروح حد جبال وتروح وترجع، فاكيد يطري عليك شيء مثلا كتبته هناك في تركيا مثلا ايام الحظر يعني. تذكر شعر من الاشعار اللي انت كتبتها مثلا؟ ايه في يعني في قصائد، في مطالع كتبتها. اول شيء خلنا نمسي عليك ونمسي على الاخوان. دشيت على طول انا وياك السؤال. خلنا نمسي على الاخوان. وانا سعيد معاكم اليوم. واحنا سعيدين بعد. اي والله الله يطول عمرك. انت جبت السالفه هذه من سالفتنا تو مساء، كنا نسولف انا واخوي مشاري السالفه كانت يعني صار الحظر وكورونا وحنا في تركيا. اي كان شتاء اعتقد. اي كان برد علينا. اي واضطرينا ان نكون يعني مع الحظر، ما لك الا الشعر وما لك الا شو اسمه المحطات ومحطات، كل شيء مسكر وكل شيء. إيه كان والسياره معك. اي كل شيء كان مسكر، فكانت فرصه يعني انك تكتب ويكون مزاجك زين يعني. اي ايام الحظر ذاك يعني في ذاك الوقت ما كانت النفسيه شويه تعبانه؟ تحس انه والله بين القلق وبين المرتاحه، بين الغلق وبين المرتاحة. انت تدري انت شايف الوضع كان عدل. يعني ما ندري شو وضعنا ايش راح يصير، خاصه انه حظر علينا. بس الحمد لله عدت يعني. اللهم لك الحمد. الحمد لله. شهر ونص، كم قصيده كتبت هناك؟ لا والله ترى انا اكتب مطالع وهقط وحط ما ادري والله العظيم يعني ترى الذاكره كلش مشاري من الاول. بس ما تذكر اي قصيده انت كتبتها في تركيا يوم كنت في تركيا خصوصا في هذه الحادثه يعني؟ بلى والله أذكر والله في واحدة كتبتها تقول ولا يهمك ولا تحاتي، هي عاطفية. ولا يهمك ولا تحاتي، أنا أقوى من معاناتي، بتعرف حالتي بعدك، أنا بعدك كما الآتي، حزين وما معي حيلة، ما بين الدمع ومنديلة، أبي أي شخص أشكيله، غريب بكل حالاتي، أنا وياك فوق الأرض ولا بهك أي لقى أو حظ، مشيت الدنيا طول بعرض، مشيت الدنيا طول بعرض، أفكر معظم أوقاتي، أبجلس أي محل ساكت ولا مزعج ولا لافت، وإذا أي ذكرى لك بانت هنا تبدأ معاناتي، ولا يهمك ولا تحاتي، أنا أقوى من معاناته. الله صح لسانك. صح لسانك. يعني شوف المواقف تعطي مثلا تخيلات حق الشاعر انه هو يطلع مطالع او بيت او يحس انه بهالوقت هذا يعني ابي اطلع الشعر نفسه. فانت تحس انه شلون الشاعر الحين خصوصا النفسيه، انت قلت ان انا اعيش اللحظه تونا احنا قاعد نسولف، انت قلت انا اعيش اللحظه وتالي اطلع الشعر نفسه. ايش كثر المعاناه الموجوده عند الشاعر يعني فعلا يعني هو يعاني جدا يعني الشاعر. هو طبعا فيها تاثير نفسي على الشاعر يعني لانه يكتب ولازم يتعايش ويكون صادق مع اللي يكتبه، فاكيد يصيبه نصيب من اللي يكتبه يعني. وانا الصراحه يعني مره من المرات نبهني احد الشعراء قال لي انا ملاحظ ان كل ما كتبت شيء يصير ويرجع علي، ما ادري هي الكهرباء او يقول عاد من يوم ما قمت اكتب غزلي. لا. يقول وخرت عن المعاناه والمآسي. قلت والله أنا نبهني من الموضوع هذا، قمت أخاف صراحة. ما قمت أكتب لا والله شعر يسبق أنا أقول لك حدث يقولون على قولتهم. يقول لك الإبداع من كبد المعاناة غالبا يقولون هالشكل يعني دائما أو من رحم المعاناة. يقولون أن اللي ما يعني حاشته مآسي في حياته أو أنه حاشته
معاناة بحياته يكون قصيدة سطحي تقريبا. أما اللي يكون متعمق بالحياة وحاشته يعني بعض راح يكون شوي صادق في قصايده، تحس فيها صدق شوي لأن حياته شوي قاسية أو صعبة شوي. صحيح. نعم. أبي أعرف مشوار الشاعر سطام العتيبي في مشوار الفني، إيش كثر عانى؟ لا لا ان شاء الله ما في معاناة بشعري. لا اكيد انت يعني الحمد لله سواء الشاعر او المغني او الممثل عانى في مشواره الفني لين وصل حق يعني نقول حق اللي هو يبي. فاكيد في معاناة شوي. شوف هي مو معاناة، هي محاولات كثيرة انك توصل الى يا تنجح يا تنجح يعني الى مستوى معين من يعني جودة الشعر او صحيح. لابد من محاولات، لابد من تكرار، تقط هذه تصلح هذه لين عاد توصل الى مرحله انك تكون شوي متمكن يعني. أي. عرفت. اما اني عايش المعاناه هذه كلها اللي كتبتها مستحيل يعني صعبه. صعبه لا، فهي المساله ممارسه شوي. أي. مع قرايه مع يعني تكون افاقك شوي واسعه يعني فتقدر تستجمع نفسك وتكتب شيء حلو. زين يعني اكيد الشاعر سطام العتيبي في له عنده مكان مخصص يكتب فيه الشعر؟ اي عندي كهف. ولا ايوه يستلهم الشعر او يحس انه مثلا شاف موقف معين بس ما يقدر يكتب الشعر الا في مكانه اللي هو يلجا له. المكان نبي اعرف مكانك اللي انت يعني هيك الالهام انك تكتب في الشعر. والله ما لها وقت ولا ما لها وقت. ولا لها وقت ولا لها مكان. انزين انت من النوع اللي تكتب الشعر مثلا بالنوت ولا تسجله؟ اي بالنوت. بالنوت يعني مثلا اجيب لك يعني سالفه صغيره يعني يعني من اشهر الاغاني اللي كتبتها خلك بحر اللي غنتها اصيل همين. عدل. طول العمر كنت على جسر البحرين رايح طالع من السعوديه رايح للبحرين طلع معي البيت هذا بس خلك بحر عالي وصعبه مراسيك. أنا كتبته بالنوت وخليته قاعد أسوق السيارة. أي. ورحت البحرين وخلصت شغل بس كتبت إيه. المطلع. إيه مطلع ولا مو مطلع بعد أفتكر نص ورجعت الكويت عقب كملتها يعني. يعني ما أقدر أقول لك هل هي كانت بالبحرين ولا بالكويت يعني عرفت؟ أي. يعني بعض كانت بين السعودية والبحرين. إيه تقريبا يعني يطلع معاك مطلع مثلا تكملته بعد شهر بعد يومين بعد اسبوع ما تدري بس انت مسكت الفكره. اي الفكره موجوده عدل مطمن تكتب يعني بس كاتبها خالص نسمعها. تقول كم قلت لك كم قلت لك يا قلبي لا تامن احد خلك بحر عالي وصعبه مراسيك عند الكرامة تأخذ المسألة جد لا تحب ولا تأمن سوى من غرق فيك إلى متى هايم ولا تحط لك حد تعب تبرر لك وأنصح وواسيك العالم تغير ولا حد بقى الحد حتى اللي حبيته توقع يخليك اسمع يا قلبي وانتبه أما بعد غيرك ما حد يشعر إذا الجرح مشقيك كم قلت لك يا قلبي لا تأمن أحد خلك بحر عالي وصعبة مراسيك. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك. صح يعني أبي التعاون مع الفنانين خصوصا مع الجيل الجديد اللي أنت قاعد تشوفه في ناس تختار الأغاني تكون السريعة وفي ناس لا تحب الطربية. أبي يعني تعاونك مع الفنانين اللي أنت اشتغلت وياهم سواء الفنان محمد البلوشي أو الفنان حمد المانع يعني في ناس يعني شوي نقول من الجيل شويه القديم وفي ناس من الجيل الجديد يعني انت شلون لقيت التفكير بين الجيلين؟ ايه هو صحيح يعني فعلا يعني لما انت تتعاون مع فنان من الجيل إيه. تحس في سرعه هني وين إيه. لا بالعكس مع الفنان القديم تلقى فيه ركاده يعني يخلي الاغنيه عند سنه سنتين اي غير لما يكون في الفنان الشاب اللي بيطلع توه صحيح تعطي النص من هني تلحني تغنت من هناك يعني سريع وكذي ولكن بالحالتين التوفيق من الله يعني ما تدري هني ولا هني يعني هو الصح
او ان اللي بتضرب معاك ما تدري اي اغنيه يعني. صحيح. ابي الشعر اللي مؤثر يعني قصيده انت كتبتها واثرت فيك لليوم يعني تحس انك هذه ما راح تنساها لو تكتب اشعار الدنيا كلها. والله شوف انا يعني القصايد كلهم يعني عزيزين يعني أي. طالما اني نشرتها فهي انحسبت علي وباسمي فدامني نشرتها معناته اني انا مسؤول عنها وتعتبر حاجه لي يعني. ولكن في قصيده يعني انا حابها يعني لها موقف معين مواقف متعدده لانها طويله داخل يعني الشعر اي يعني متعدده يعني أي. يعني فيها العاطفه فيها الحكمه فيها القصيده اسمها الوقت والميزان خلينا نسمع تقول ما ادري الوقت صح ولا انا غلطان مشيت كل العمر توقيتي احساسي عقارب ساعتي لو تختلف احيان ابحسب كل لحظه تمر بانفاسي انا ماني صديق الوقت والميزان انا طيب مع الطيب ومع القاسي حسبت الرزق للتاجر مو للغلبان وعرفت ان الغني من يضحك وناسي أبعرف ليه متى كل صادق الخسران كثير من التساؤل يملك الراسي أبعرف ليه أنا وحدي هنا سهران وجامل عقلي الباطل وسواسي أبمشي هالطريق أفراح أو أحزان أبمشي لين بلقى كل شيء براسي أنا أدري هالطريق بآخره إنسان هرب مثلي أكيد ويشبه إحساسي الله سلامتك الله صح لسانك صح بدنك بصراحة أثرت فيني صدق اي والله أثرت فيني اي والله العظيم الحمد لله فانز فانز من زمان والله يا حبيبي اي والله أبي نبي تعاونك مع الأستاذ حمد المانع يعني شلون لقيت التعاون يعني خصوصا مع أستاذ جميل وحمد المانع فنان جميل جدا يعني والله حمد يعني هو إضافة على أنه صديق يعني اي هو بعد انقطاع 2016 صحيح 2016 بيرجع على دخلتي أنا فالتقينا بأغنية اسمها الغياب الغياب اسمها الغياب فكان أول عمل لي يعني كقنائي دخول غنائي طبعا أنا قصايد كنت بالنبطي طويلة بس إنه كأول الأشعار الغنائية إيه فأبو طلال يعني مثل ما تقول له خاصية عندي صحيح صديق وهو فنان بعد يعني ما شاء الله أكيد طبعا الله يوفقه إن شاء الله نتمنى أن نسمع له شيء جديد هو إن شاء الله إن شاء الله يتم التعاون مرة ثانية معه والله إن شاء الله نتمنى الصراحة يعني والله يستاهل يعني الغياب هو على فكرة هو يمون على قصايده كلها لو ياخذ أي واحدة ويغنيها ما أكيد إذا صديق ويعني أكيد يمون على يعني القصايد نفسها فالحين بنسمع الغايب اللي هي سوري الغياب فالغياب كانت الحانه هي الحانه الحانه وتوزيع الحانه وتوزيع والله نسيت تصدق اي بس شنو اللي يعني العجبه مثلا هو انت قدمت له الشعر القصيده ولا هو سمعها منك قبل لا اعرف ترى انا تعرفت عليه عن طريق السوشيال ميديا فتعرفت عليه بال يعني دخل علي بالانستغرام اعجبته القصيده كانت يعني كان بس مطلع موجود جاي ايه. يقول كمل كان ابيها هذه المطلع كانت تقول اكفني شر الغياب اكفني شر الغياب واكفني شر نفسي لا ساعه مره بشقاي يعني لو مره طلبتك خلني يعني افهم وقتها خليك معي كان هذه بس جاي يقول هذه انا ابيها وسمعني دندلي وهذا الله ايه قلت له ابشر اكملها وفعلا كملناها وهي من الاغنيه من الاغاني المميزه لاني تعايشت معاه في صناعه الاغنيه كنا نسهر بالاستديو للساعه 9 ونمكسج ها ابو طلال كذي احلى فلها خاصيه الاغنيه هذه كاول اغنيه وكعشت مراحلها يعني كانت مميزه يعني اسمها الغياب حمد المانع الغياب انت من الشعراء اللي على قولتهم
أن أنت ما عندك مشكلة حتى لو تغير جملة ولا كلمة في نفس الوقت؟ ما تدري. أنا طول العمر يدقون علي مرات بعض الأخوان الملحنين الساعة 2 بالليل، فحنا بالاستديو الآن رجاء نبيك تغير الحين. تي ولا تعدل في النوت وياهم؟ اي لا صارت لي كذا مرة والحمد لله، يعني الصدر وسيع. اي حلو، فأكون معاهم يعني أول بأول. دام أن أنت دشيت مع هالفريق هذا لازم تكون يعني قد المسؤولية. عدل. صارت معي كذا مرة، وعد ما تدري متى يجيك الاتصال، واحدة بالليل. لازم الحين. لازم الحين. وخصوصا يكون في التسجيل يعني. أنا سواها معي يعقوب الخبيزي أذكر مرة. سواها أغنية وطنية حق الإذاعة، وسواها معي منو بعد؟ تذكرها؟ تذكر القصيدة اللي الوطنية؟ اي الوطنية. والله ما والله يا مشاري ناسي. او ناسي. مثلا اي قصيدة مثلا وطنية تحس انها يعني هذه صدق مأثرة. اي شوف القصائد الوطنية كتبتها واجد والله، بس انه في واحدة دائما احب ارددها لاني حافظها، ترى الحفظ عندي مشكلة. لا والله العظيم والله المفروض انت اكثر واحد حافظ. لا لا بالعكس، اللي يألف دائما يكون حفظه اقل اقل لانه مشغول بالتأليف. صحيح. والله مشاري اني مرات يدخلون علي ناس ويدزون قصيده، اقول الله يقول هاي قصيدتك والله العظيم، لاني يعني ناسي كاتبها قبل 4 سنوات 3 سنوات. يعني واصل مرحله من هذا من هذا المستوى من الزهايمر. يعني اشوى مواصل مرحله انا كاتبها. اي والله اي والله صارت معي صارت معي والله كذا مره. اي بس قبل نكثر اوميجا 3 الايام. الحمد لله هذا اهم شيء، هذا اهم شيء. وزنك بعد. اي ضروري ضروري. القصيدة الوطنية اللي يعني دائما أرددها تقول دائما كويتي ما تمنعني الظروف، دائما كويتي ما تمنعني الظروف، ديرتي وحبها رب له ريح، دائما كويتي مثل ما أنت تشوف ما كسرني لا حروب واجتياح، لولي هذه الأرض أجساد ووصوف كنت أبوس يدينها مساء وصباح، دائما كويتي عساني ما أشوف شخص يحكمه سواء على الصباح وسلامتك. صح لسانك. صح. فنانين ودك تتعامل معاهم، يعني تحس ان ودك تعطيه هذا الشعر ويغنيه مثلا، ما تعاونت وياهم ودك انك تتعاون ويكون يعني في تعاون يعني. يعني النجوم الكبار الكل وده ان يتعاون معاهم لأنه يوصلك الشريحة أكبر من الناس وخبرتها صحيح وانتشارها أكثر. بس يعني بعد ما شفت يعني أن الأغنية الجميلة الحين هي سيدة الموقف، ما يهم بس يكون شيء جميل، الصوت جميل يوصل جميل، هذا يكفي. اما من ناحيه اني ودي اتعاون مع هذا، لا والله الكل ودي اتعاون معي، يعني من محمد عبد الله نصر فنان يعني الكل. الله. اي بالكويت احب يعني نجتمع انا ونوال، لان احس انه في شيء يعني ان شاء الله، يعني احس انه في يعني نوعيه احساسها مع نوعيه احساسي، احس انه يطلع شيء نفس. أيوة. انا واصيل هميم في أيوة. في تناغم بالاحساس والشكل. اتوقع نوال كذلك نفس الشيء ان شاء الله تتم هالفرصه ان شاء الله باذن الله. بس زين برايك انت اللحن اللي يكلف ولا الكلمه؟ دام احنا سولفنا شوي على شوي يكلف مجهود ولا يكلف ماده؟ يكلف مجهود. نتكلم مجهود طال عمرك. الشاعر هو ابو الاغنيه، هو الاساس، هو نجار البيت على أثره يعني يكتمل المبنى. فهو الأساس، إذا الأساس صح فالبيت صح، إذا الأساس ركيك فالبيت ركيك. أنا أشوف أن الرك على الشاعر. في مثلا يقول لك ترى عندي لحن بس واللحن تحس أنه قوي بس الكلام مراكب، هل أنت يعني في شعر يقول لك خلاص عطني اللحن أنا أركب فوقه؟ اي صارت معي. صارت معك؟ نعم صارت معي مع 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 فنان. تذكر إيه؟ من الفنان؟ لا ما اقدر اذكره. هو عزيز علي يعني وصديق يعني. كذلك نفس الشيء كانوا متوجهين
سووا الاغنيه ووزعوها وركبوا الكمانجات اللحن ومن غير كلمات؟ لا لا مع كلمات. حلو حلو هذا. بس انه اختلفوا مع الشاعر بالنهايه. اي فشالوا كلامه زعلوا عليه وقطعوا شالوا كلامه و اي انا اقول لك لا تقول الفنان منو. اي فاتصل علي وقتها وانا كنت ماني اعرف بالديوانيه يمكن. قال لي حبيبنا موضوع واحد اثنين ثلاث وشلنا الكلام بقى اللحن. قلت عطني تزليا وارسل لي وعجبني اللحن حلوه الاغنيه وكتبتها. بس عاد لا تقول لي شنو الاغنيه. لا لا ما راح اقول. لا لا ما راح اقول. بس بتكلم عن المده متى خلصتها يعني. خلصها بنفس اليوم ولا؟ لا يمكن بليلتين او ثلاث. حلو. بليلتين او ثلاث. حلو. ليش انه يوم يكلمني كان بليل متاخر. عطيت المطلع شكل. ايوه هذا المطلع. من باكر كملتها وعقب باكر هالشكل يعني. تمام. ايه فالحين زين لو بنسولف عن 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 الفنان وتعامل الفنان محمد البلوشي. محمد البلوشي ما بيني وبينه اي تعامل. ما كان في بينك اي تعامل. اسف مساعد البلوشي. مساعد البلوشي. مساعد البلوشي. مساعد البلوشي جمعني معاه اغنيه طغى حبك. ومن الاغاني اللي احبها جدا انا يعني. يعني من الاغاني اللي كتبتها ولا صرت بروحي احب اسمع طغى حبك. يعني تعاونك مع الفنان مساعد البلوشي الاغنيه طغى حبك. طغى حبك. تحس ان هذه من الاغاني. وغنى لي وطنيه مساعد البلوشي. وحاب احساس انا صراحه. مساعد ما شاء الله عليه احساس. شلون تعاون معه؟ والله هو ما كان عن طريقي صراحه. عن طريق الملحن وصلها له وسمعها وعجبته وخذاها يعني عجبها الشخص. اي بس انه يعني اعرفه مساعد يعني. تواجهت معه كذا مره وفنان جميل صراحه واتمنى له التوفيق وان شاء الله انه يجمعنا معه ان شاء الله باذن الله ثاني. ان شاء الله. نبي نتكلم عن جديدك. ساعات الشعراء ما يقولون ترى جديدهم. لا لا عادي. لا بالعكس. بس شوف هي مو المساله مو على الشعر. من ناحيه التعاونات المساله مو على الشعر. انا مستعد اقول لك اللي قدامي ودوني كل شيء. المشكله ان بعض الفنانين يتحسس من الامر هذا انه ما يبي احد يدري عن جديده أي. او شيء. فلهذا السبب احنا نتحفظ تقديرا له. ولكن من الجديد يعني المعلن شمه حمدان اخذت مني القصيده اللي قلتها تو مساء ولا يهمك ولا تحاتي. نقمه من معاناتي وسجلتها وافتكر بعد اسبوع او 10 ايام ان شاء الله البوم. من الحن الملحن الغدير الفنان الشاب ياسر ابو علي. والله نعم. فأخذت الاغنيه هذه. هذا الحين الجديد اللي نعم. ان شاء الله راح نشوفه بعد اسبوع باذن الله. تاريخ 20 شهر. اي وشلون تعاونك مع الفنانه شمه حمدان؟ شمه يعني سبق اني تعاملت معها في اغنيه شعور الفقد. اي وكان التعاون معها جميل صراحه. وكلمتك مره ثانيه علشان الجديد. لا الجديد هذا عن طريق ياسر ابو علي. حلو. بس الاولى كان عن طريق مباشر انا وياها يعني. ممتاز. كنا يعني نفكر مع بعض شلون سيناريو الاغنيه والحمد لله الاغنيه يعني حلوه. شعور الفقد هذه اللي الاغنيه السابقه. اما الجايه اسمها ولا يهمك من الحان ياسر ابو علي ان شاء الله مع شمه حمدان ان شاء الله. في يقول لك الحين انا مسافر مثلا رحت سافرت وهذا تلقى بنص السفره ولا بربع سفره يعني شغل. شلون؟ انت مع والله يقعد الشغل. مسافر؟ انت تقعد الشغل. انت من النوع اللي تقعد ما تشتغل. رايح انا برتاح. اي خلاص. بس في اعمال تيك. لا شوف يعني الحين اخوي مشاري الحين الواتساب كل شيء تخلصه بالواتساب. صحيح. صح ولا مو صح؟ صح. شنو؟ كلام يرسل ونخلص. صح ولا مو صح؟ نبي نغير حاضر غير على طول يرسل. بس لاياك شغل مهم هني الموضوع. لاياك عمل مهم يعني. هل انت تقول ها لا اجل شويه
ولا وانت بسفرتك تكتب عادي ما عندي عادي مشكله؟ عادي ما عندي مشكله يعني الامر بس ما ياثر على نفسيتك؟ لا انا على بالي تقصد ان عمل ولا شيء يردك مثلا؟ لا 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 ما يردك، ما اتكلم عن الرد. لا لا تلقى بنص يعني السفره انت ياك شغل مثلا، شلون بستانس ولا بكتب شعر ولا شلون؟ انت تكلمت عن نفسيه الشاعر يعني نفسها. شوي تاخذ وقت، شوي تحس انه في معاناه، ساعات يحس انه هو بتوتر ولا بقلق. فهل انت من النوع اللي يرفض؟ لا، او مو يرفض، يقول شوي انا الحين مشغول اريحه شوي. ايوه اريحه بس حتى لو كان عمل مهم. لا اذا مهم يعني. صارت معي مره كنت معزوم في عمان في الاردن ومعي اصدقائي وربعي وهذا، قالوا الحين تكمل. والربع يتعشون وانا بالحوشه رايح راد وخلصناها الحمد لله. شاعرنا شلونك مع الرياضه؟ والله انا الرياضه كممارس ولا كمتابع لا كلش لا نهائيا أبداً. لا كممارس اتكلم، كممارس اروح يعني نادي على حسب الظروف، عندي وقت اروح. اما كمتابعه والله الفريق الفلاني فاز ولا الفريق ولا صوبهم انا درت عنهم يعني حتى كاس العالم ما حتى كاس العالم ما شفته. كاس العالم وضع استثنائي بس شفته. كاس العالم اصلا ما حد فاضي، الكل يتابع فانت مضطر تتابع معاهم يعني. كاس العالم ما شجعت بصراحة. لا 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 بصراحة. كأس العالم اللي فات شجعت السعودية. اي بيض ووي. وبعد ما طلعوا السعودية شجعنا المغرب. اي عدل. وبعد ما طلعت المغرب شجعنا الأرجنتين. يعني أنت صوب ميسي. أنا والله بيني وبينك حسب اللعبة الحلوة. حلو. إذا شفت مباراة حلوة تمام. بس المباراة حلوة أستانس أستمتع إن كان ميسي ولا رونالدو ولا. يعني اي لاعب يعني ما عندي مشكله تمام. طبعا بصراحه ما ودي اختم الحلقه وياك بس يعني وصلنا لنهايه الحلقه، فاقول لك مشكور على حضورك، مشكور على اهتمامك، مشكور على حسك، مشكور على فنك. الشاعر طبعا الجميل سطام العتيبي، كلمه اخيره تقولها لنا. الله يطول عمرك. بالعكس انا اللي اشكركم على هذه الدعوه الحلوه، واشكر الاخت شيرين بابهاني المعده مباشره علي لين وصلت هني، واشكر الاخوان المصورين والمخرج، واشكرك انت بالذات حبيبي لان الحوار معك ممتع جدا يا اخوي بشاري، وان شاء الله يجمعنا معك لقاء ثاني ان شاء الله. كل الشكر لك، يعطيك الف عافيه ونورتنا في برنامج ساعه الا. يعطيك العافيه. الله يعافيك اخوي مشاري. والحين نتابع وياكم بعد هذا الفاصل.